بركاته متتبع قناة شوف تي في. مرحبا بكم مع البث المباشر الجديد. عندنا واحد الحالة ديال واحد الشاب، اش عنده من عام؟ 32. عنده 32 سنة، يعني كما تشوفوا الحالة ديالته تصعب على الكافر، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اشنو سميتك؟ ها؟ رقيبي مراد. رقيبي مراد، كيفاش وقع لك هذا المشكل؟ عرفت شكون هذاك ديال ولادي؟ ما عرفتش، 8 شهور ولا معقل، وبغيت المحسنين يعاونوني، بغيت المحسنين يعاونوني، غير ربي سال عليهم، غير ربي سال عليهم، راني قاعد مفقود، غير ربي سال عليكم، عاونوني عاونوني. 8 شهور ولا محكة، والله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين، كل عاد اختي مسكينة مقعودة عليها، الله يرحم الوالدين، والله يخلص، أنا مزاوب أنا مزاوب، كنت عندي الخوت والمسلمين، عاونوني الله يا ربي يعاونكم. الله يا ربي يسهل عليكم، راني 8 شهور وانا نضحك، نبغي ناكل نبغي ناكل، نبغي نحلي الماء وحدي، انتوما كياخذوا عليا المحسن، الله يا ربي يسهل عليكم، الله يحفظكم، الله يا ربي يسهل عليكم، عاونوني الله يرحم والدي، راني 8 شهور طب ما تنسوني، والله يجازيكم بخير. الله يرحم الوالدين، عاونوني عاونوني، رانا أمي، والله سبحانه وتعالى، وانتوما اللي غتعاونوني، الله يخلصكم، الله يرحم الوالدين، 8 شهور ولا بحالك، سنتوني اللي طاب، والله يجازيكم بخير، عاونوني الخوت، الله يا ربي يحن عليكم. مشاهدي قناة شوف تي في، كما سمعتوا مواطن مغربي فقير ما عندوش، كيستنجد بالشعب المغربي، كيستنجد بمحسنين، كيستنجد من ذوي القلوب الرحيمة. يعني حنايا بالنسبة لهاد الحالات خصنا نتعاونوا معاهم، هاد الحالات خصكم تدخلوا، لأن الإنسان تيقلب دائما تيعاون رقيصة، تيعاون الشيخات، تيعاون الناس اللي هما معطشناهم. هذا راه فقير، هذا فقير، ولد الشعب المغربي ما عندوش حالته يرتاح لها، عايش تيقول لك امي هي اللي تساعدني، هي تدار معايا، عنده ام كبيره. اش غنقول لكم؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. ما تنتمنى من الجمعيات المجتمع المدني، الناس اللي تيقلبوا على بحال هاد الحالات، تيقول لك 8 شهور وانايا طريح الفراش، ما تنوض ما تنتش حاجه، يعني ما يقدرش بنادم ينعس حتى ساعه على ظهرو يقد يطيب. هذا 8 شهور تيقول لك انا 8 شهور وانا ناعس، 8 شهور وانا تنعاني الويلات، المرض، الفقر، العذاب. تنتمنى يوصل النداء ليا والمسؤولين الكبار سواء داخل المغرب ولا خارج المغرب. مهمتي عاودي ليا كيفاش وقع ولدك؟ 8 شهور وقع مسكين، واقف على سطح اللي طاح تشلل من يديه ومن رجليه ومن وقع على ظهره ليل ونهار. عرفت باش نهزو، ما عنديش اللي يعاوني عليه، انت السكنه ما عنديش، غنتلاوط انا وياه. عنديش والو. يعني اشنو طلبوا لك؟ طلبوا لك شي عمليه؟ طلبوا لك شي عمليه؟ طلبوا لك شي فلوس؟ شحال اشنو طلبوا لك؟ وداك الشيء اللي طلبوا لي ما عرفتش شحال، 3 مليون ولا شحال قال لك ولا 4. طلبوا لك 4 مليون. يعني انت ما عندكش، فقيره ساكنه غير عندك الله، قاعدنا الله سبحانه وتعالى، ولكن حنا تنشوفوا الحاله ديالك حاله صعب على الكافر. الدري ولدك اللي هو عنده 32 سنه، ما مجوج، ما عنده لا ولاد، حياته مسكين، يعني باقي الدواء، باقي الامل في الله سبحانه وتعالى. يعني دير اعتقادك كاين الله سبحانه وتعالى، كيقدر بزاف د الحوايج، ولكن تنتمنى. اشنو بغيتي تقول يا مهمتي؟ بغيت نقول عاونوني الله يحفظكم، عاونوني على وليدي، وليدي ما سخاش عليا، يعني هذا صايمه مع المتلوت هذه بحداه بحالك. عاودي لي عاودي لي كيفاش تصاب بهذا المرض؟ اشنو وقع عليه؟ ما عرفنا من عند الله ولا من عندي، عطاح
شل المنيديات ومن الرجيلات. كان بخير، كان تيمشي، كان بحال بحال اي مواطن. كان تيمشي، كان بخير، عطا طاح. ملي طاح ولي نحنطو بين يديا تنقعدو تنخرقو تنغسلو بالزز. كيما كياكل تنقطلي ليك شويه ديال الماء ولا شويه ديال الصوبه بالزز حتى تشوف حالته. تتمنى انتي تطلبي من المحسنين من ذوي القلوب الرحيمه سواء داخل المغرب ولا خارج المغرب يعاونوك يتعاونوا معك. اللي طالب لك عمليه، شحال قلت العمليه؟ تقريبا ما يفوق 3 مليون او 4 مليون. اي 4 مليون سكانير اخويا، سكانير 24. يعني كيما قلنا كاين حتى سكان، ما عندك لا راميد ما عندك حتى شي حاجه. عندي والو، عندي الله والثوم، الله والثوم وليدي احفظك. مشاهد قناة شوف تي في، سمعت الأم شنو قالت؟ قالت كنا تنخرقوا، الله يسمح لنا من الوالدين. تيقول باقي درس صغير، ها هو كبر عنده 32 سنة، شو الحالة كديرة؟ حنايا ما قديناش نبينوا هذا، يعني احتراما لمشاهد قناة شوف تي في، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، 32 سنة باقا مو تتخرقوا، الله يسمح لنا من الوالدين. يعني حاولوا، كما تنقولوا حنايا الحم الى خناس تيهزو مالي، ولكن راه عنده ام، ولكن حنايا تيقولك الام تعاملت معايا قاست معايا، ولكن ام كبيره يعني اليد قصيره والولد تنقول بنا بحالها ما عندهاش مسكينه لا حيلة لها. بنا 4 مليون في واحد العشاء كما تشوفوا، تتبع قناة شوف تي في عشاء عشاء يعني ابسط الحقوق ديال السكن ديال المواطن اللي تتهضروا عليه نتوما الجمعيات الحقوقيه، الجمعيات اللي يقولوا حقوق الانسان والمواطن. ها واحد المواطن تيموت، ها واحد المواطن حداكم عنده 32 سنه تتهضروا بشي، تتهضروا على المساواه، على حقوق الانسان، على السكن، على الصحه، على ها هو مواطن تيعاني بالصمت، ما عندوش، تيعاني يوميا تيموت دقيقه بدقيقه. يعني لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم، الله يجازيكم بخير المحسنين. هذا الاخ ديالي انا ما لقيتش ليه الجد باش نهزو، ما لقيتش الجد باش نهزو، درت المصطلح ديالي كامل باش نهزو ما قدرتش. فانا ديري ما طولي كي دير لي واش غنفعلو غنتفيه، ما قدرتش باش نديرو. كنطلب من الله والمحسنين عاونونا، الاخ ديالي كيما هكا ديالي معذبه مابقيتش للجهد والجهد رجع الله سبحانه وتعالى. كنطلب من الله داخل الوطن وخارج الوطن اللي في قلوب الرحمه يعاونو على الاخ ديالي. كنطلب من الله والمحسنين لان الاخ ديالي يعني تقهرتو، بمعنى نتوما تقهرتو بمصاريف. اخويا تقهرنا وانا الحاله ضعيفه، انا ما عنديش باش نكون معاه. نتمنى من الله والمحسنين يعاونوني على الاخ ديالي. يا ربي كنتمنى من الله يعاونوني عليه، لاني ما عنديش باش نهزو، ما عنديش. غالب الله سبحانه وتعالى كنطلب اللي في المقلوب ديال الرحمه خارج الوطن او داخل الوطن، خوتنا المسلمين راه حنا غير خوت، يعاونوا هاد الاخ ديالي، لانه لا اله الا الله محمد رسول. الوالده ديالي كبيره مسكينه ما عندهاش، كتعيش في الباديه، انا هزيتهم جبتهم عندي. نتمنى من الله سبحانه وتعالى.